قد حث بنك الكويت المركزي الجمهور على التعامل بحرص وعناية مع الأوراق النقدية وعدم القيام بأي فعل من شأنه تعريضها للتلف وكذلك التخريب. كما أكد البنك على أن الأوراق النقدية تمثل رمزاً مهماً من رموز دولة الكويت والهوية الوطنية وتعكس تاريخ الدولة وتراثها. للحديث أكثر حول المحافظة على الاستخدام السليم للعملة الورقية، يسعدنا أن يكون معنا على الطرف الآخر من الهاتف السيد عبد الله محمد الشطي، مدير إدارة الأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي. حياك الله معنا في برنامج مساء الخير الكويت. حياكم الله، يمسي عليكم وعلى مشاهدينا الكرام. نعم، بالبداية كلمنا عن الحملة الوطنية التي يقوم بها بنك الكويت المركزي حول المحافظة على الاستخدام السليم للعملة الورقية. نعم، طبعا تهدف حملة بنك الكويت المركزي مثل ما تفضلت إلى تذكير وتوعية الجمهور بأهمية العناية بالعملة الورقية بكافة فئاتها وعدم القيام بأي عمل من شأن الإضرار بها أو إتلافها. نعم، لأن تعتبر أوراق النقدية مثل ما تفضلت رمزا مهما صراحة لدولة الكويت والهوية الوطنية، لكن للأسف فقد تم رصد بعض الممارسات الخاطئة من خلال الكتابة عليها والختم عليها أو تدبيسها وتمزيق جزء منها وتعريضها حق المواد اللاصقة. وحرص بنك الكويت المركزي على توعية الجمهور على نتائج تلك الممارسات والتي ينتج عنها انتهاء دورة تداول الأوراق النقدية قبل انتهاء عمرها الافتراضي، وكذلك يترتب عليه إتلافها وإعادة طباعة أوراق نقدية بديلة بتحل محل. طيب أستاذ عبد الله، هذا ممكن يأخذنا لسؤال مهم جدا وقد يغيب عن البعض، يرجى توضيح نبذة عن دورة الأوراق النقدية. نعم، هذه طبعا نقطة مهمة. الأوراق النقدية تبدي من بنك الكويت المركزي وتنتهي عند بنك الكويت المركزي. نعم، فتطرح الأوراق النقدية للتداول من خلال سحوبات البنوك التجارية، والغرض منها عبث لتلبية احتياجات الفروع المصرفية وأجهزة السحب الآلي مثل ما أنتم عارفين، واشتكات تجارية وجمعيات. وبعد تداول الأوراق النقدية هذه يتم إرجاع الأوراق النقدية للبنوك من خلال إيداعات. نعم، ومن ثم البنوك تقوم بدورها بإرجاعها إلى بنك الكويت المركزي. وهني بنك الكويت المركزي وحرصه على أن يتم تداول أوراق نقدية نظيفة يقوم بفرز الأوراق هذه النقدية، وأنا أقصد بالفرز هو فصل الأوراق النقدية الصالحة عن غير الصالحة. أعطيكم مثال. نعم، فالأوراق الممزقة والمتسخة واللي في غصاهم مخرمة وإلى ذلك فيها مواد لاصقة يتم فصلها عن الأوراق الأخرى ويتم إتلافها، وبعد إتلافها يقوم بنك الكويت المركزي بطباعة أوراق نقدية جديدة لتحل محلها. نعم، إذا أستاذ عبد الله يعني أنت ذكرت أشكال تشويه وإتلاف الأوراق النقدية، طيب هل يقوم بنك الكويت المركزي باستبدال هذه الأوراق النقدية المشوهة؟ نعم، البنك المركزي في لائحة خاصة لمعايير استبدال الأوراق النقدية، ففي حال وجود أي ورقة نقدية تالفة أو مشوهة من الممكن أن تتم مراجعة القاعة المصرفية لدى بنك الكويت المركزي ويتم استبدالها بعد فحصها وذلك ومطابقتها مع معايير الاستبدال وفق اللائحة. نعم أستاذ عبد الله، يعني في الختام الكلمة الأخيرة لك وأيضا الرسالة اللي توجهها لمن قد يتهاون في استعمال هذه الأوراق النقدية، خصوصا أن البعض قد لا يعرف هذه الدورة التي شرحت قبل قليل. نعم والله، ودي أؤكد على ضرورة الحفاظ على الأوراق النقدية. مثل ما أنا قلت يعني في بعض المحلات والأنشطة التجارية بالدولة منها مثل محلات بيع الزهور والحلويات والهدايا، نعم، تستخدم الأوراق النقدية، بالتالي تغير معالمها الأساسية والمساس فيها، وهذا بدوره بنوه هم يأثر على قبول تلك الأوراق النقدية بالإيداع في أجهزة السحب الآلي. صحيح. وبالتالي يعني أنا أحرص صراحة في القطاع الختامية أن أؤكد أن الأوراق النقدية هذه رمز مهم لدولة الكويت، وهي رمز الهوية الوطنية وتعكس تاريخ تراث حضارة الكويت، وبالتالي فيرجى من الجميع الحفاظ عليها ناهيك عن التكلفة المالية اللي تدفعها الدولة. صحيح. من خلال إعادة طباعة تلك الأوراق يعني المشوهة. فأرجو من الجميع أن يتم التعامل مع الأوراق النقدية بحرص وعناية
عدم القيام بأي فعل من شأنه تعريض للتلف أو التخريب. نعم طبعا كل الشكر للسيد عبد الله محمد الشطي مدير إدارة الأعمال المصرفية في بنك الكويت المركزي. فاصل ونرجع، خليكم معنا.